الحراس المدارس موجودين في مدارس البنات كما تعلمون، لكن احنا نريد نوفر حراسات أمنية أيضا في مدارس البنين، وأيضا تركيب كاميرات في يعني في الساحات وفي المناطق الخارج المدارس لمتابعة أي حوادث قد تحصل في المدارس. فأمن المدرسة وسلامتها مهمة جدا، لأنها تخلق بيئة مريحة للمعلمين والمعلمات ومريحة للطلاب والطالبات ولأولياء الأمور. ونحن كما أشرت في اللقاء يعني نعتبر أن هذه الاعتداءات هي اعتداءات يعني محدودة ولا تعكس ثقافة المجتمع وقيم المجتمع السعودي، وإنما هي حوادث فردية تحصل يعني لسبب أو آخر، ويجب أن نتعامل معها مثل الحوادث التي تحصل في الشارع أو في أي جهة أخرى، لكن مع احترام خصوصية المؤسسة التعليمية ويعني أهميتها بشكل عام.